بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني واخواتي سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم محبة وسعادة، واهلا ومرحبا بكم في هذا المحفل المتواضع الذي نضع من خلاله وجه المدفع في امر التربية والرعاية والمسؤولية المباشرة عن العائلة، لكنها على الرغم من ذلك تخطت تلك العقبات وباتت في الصف الامامي للمواجهة ايمانا منها بواجبها الوطني من جهة والانساني من جهة اخرى. لأي جانب فينا ذلك التطوير النفسي هو ذاته ما يخلق الدافع بداخل أن تشعر بمسؤوليتك عموما تجاه كل فرح وكل ذرة رمل على أرض وطنها. فألف تحية لكل النساء المتطوعات والعاملات في المجال الصحي، وألف الألف تحية لكل شخص أعطى من وقته واهتمامه وحياته تطوعا لخدمة مملكتنا الحبيبة. والألف التحايا أخصكم بها أنتم، لأني رأيت عن كثب حجم عناءكم واجتهادكم وصدق ما تبذلونه للوصول إلى بر الأمان. أنتم السواعد القوية التي تفخر بها البحرين وتنهض على ظلالها. شكراً بحجم السماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر لسعادة المستشار الأخ نعمة السبيعي على هذه الكلمة. ولا بد بأن القادم هجما ما دامت بحريننا زاخرة بهذه النفوس الطيبة والأرواح المعطاة التي لا تتوانى عن تقديم ما يمكنها تقديم بنفس راضية وقلب محب. الجنود المجهولون، المتطوعون، الأخوة والأخوات الذين كانوا الدرع الحقيقي لمواجهة الخطر، لهم كلمة نسمع شيئا منها باسم المتطوعات. تلقيها الدكتورة جمانة جواد سالم، هل تتفضل؟ شكرا للمستشارة للاتحاد العام. ولكل من لم يسعى أن يشاركنا منهم لحظات الختام، شكرا لجهودكم وشكرا لتضحياتكم. كما نود أن نعبر عن بالغ التقدير والامتنان لإدارة المركز، ونخص بالذكر الأستاذة نعمة السبيعي وأستاذة نوال والأطباء دكتور علي البقارة، دكتور محمد المطوع ودكتور سهيل أخضر ومتطوعي القطاع الصحي لتعاملهم مع المتطوعين بمحبة الوالدين ولتقديمهم التوجيه والإرشاد الدائم سعياً لتقديم الأفضل مما خلق من كل منهم قائد ومحترف، وهم الآن جواب ثمينة يذكر بهم هذا الوطن من أجل مستقبل رائع. بدأ المشوار برغبة من كل منكم أن يكون جزء من نجاح البحرين والوقوف في صف هذا التغلب على هذا التحدي، وها هو الآن ينتهي وكل منا نعرف ماذا قدمنا وماذا أنجزنا. وإن شاء الله سيستمر المشوار وسنكون جميعا ملبين لنداء البحرين وفريق البحرين متى ما دعت الحاجة. دمتم بخير وحفظ الرحمن. شكرا. شعور باسم المتطوعين الدكتور أحمد سلمان علوان، فليتفضل. بجده لكم
ولكن أقول بأنه الختام بل هو بإذن الله خطوة مرحلة جديدة أجمل لنا ولوطننا الحبيب. مع تكريم المتطوعين تتفضل المستشارة السيدة نعمة السبيعي للتكريم ويشرفنا في التكريم. منكم لها ونفتخر فيكم. في البداية تكريم الأخت نوال عبد الجوادي تصيب الدكتور حميد وراشد فليتفضل.
جاسم حميد حياك حميد الأخ محمد فاضل حسين فليتقدم. الأخ خلف وراء قد نشاف عليك حياك الأخ حسن علي جاسم.